اللهم صل على سلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. المرء يحسب أنه مأمون والموت حق والفناء يقين، لا تأمن الدنيا فإن غرورها خدع الأوائل، والزمان خؤون. وإذا غمرت بلذة وبنعمة لا تنسينك حوادثا ستكون. وإذا بكيت على فراق أحبة فلتبكي نفسك أيها المسكين، لا بد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتهون. آخر يقول: ولا بد بالكأس التي شربوا بها، وإن طالت الأيام منك ستشرب
فشمر لما يرضي المهيمن واكتسب نجاة، فإن الموت ما منه مهرب. لابد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتهون والناس فيهم شامت مما دهاك، ومنهم محزون فكأنه اليوم الذي في كربلاء يوم به طه النبي حزين على من حزن النبي قال على الذي غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى لا غسلوا. تحفظ هذا البيت، ما من شيعي في هذا البلد الولائي لا ويترنم بهذا البيت. لا غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردايا فدالك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد من انحمل من فوق ولا الجنازة يا رسول الله ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبره ورج الثتافي الكافور فصل لنا يا مؤمن قال الكافور تربى والغسل دمه الجاري والشفايا فصل لها ابو محمد باري وقبره بقلب اختل خذوها بجمال عري وقلب الذي لا ونهار في بواجي اوالي الميت اذا مات الخلاياك تحضر جهاز وتتساعد العالم على سرعة إنجازه ويصيح صايح في البلد عدكو جنازه يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه. شتريد تقول يا شاعر؟ قال وابن البتولة ما حضر واحد ينادي قوموا عن الرمض ارفعوا مهجات الهادي بل حصل منادى اركب ظهور العوادي وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه
وركبت لا ليلة الجمعة وركبت لا من الجمال عشرة وصعدت خيلهم من فوق. وين زينب يا مؤمن؟ قال زينب على التل واقفة ودموعها همالة. ايه زينب على التل واقفة ودموعها تنادي كل الجنايش شيلت وحسين ما حد شاف. من سمعها الطاغي صاح ونده برجاله رضوا جسد واليها بالخيل يا الخيل حسين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى خصص في كتابه المجيد وهو القرآن مساحة كبيرة شاسعة ليتحدث فيها عن الموت، وأراد بذلك أن يلتفت هذا الإنسان المسكين إلى هذه الحقيقة وأن لا يغفل عنها في سره وفي علانيته، في صحته وفي مرضه. لا بد له أن يتذكر هذه الحقيقة التي لا يمكن ولا يمكن حتى ينقطع النفس، لا يمكن ولا يمكن أن يهرب منها أو أن يختبئ عنها، فإنها فهي حاصلة وتأتي للإنسان على حين غفلة. يعني لا تقول ذاك المريض كيف فلان لأنه مريض سيموت، لا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. فيا من في دعاء الصباح، فيا من توحد بالعز والبقاء بعد وقهر عباده بالموت والفناء. هي سفرة، هي رحلة طويلة يحتاج معها الإنسان أن يستعد وأن يتهيأ لتلك السفرة. فأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يكون دائما وأبدا مع هذه الحقيقة. ولهذا شوف مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول كفى بالموت واعظا.
النظر والتأمل في هذه الحقيقة يكسر الغرور ويجعل من الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا تعلق الأعمى لشعوره ولإحساسه ولإقراره بأنه سوف يرتحل سوف يمضي كما في الرواية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الدنيا شلون دقيقة هذه الرواية الدنيا وإن طالت قصيرة فلنقول سيبقى في الدنيا مليون وهو لن يبقى بهذا العدد أو بهذا الكم مليون بليار سنة قلنا بأنه ولكنه بعد البليار بعد المليون بعد التريليون سوف يرتحل حقيقة لابد له أن يرحل ذلك لأن الدنيا كما في الرواية عن أهل العصمة الدنيا دار ممار وليس الدار مقر إذن لابد من الرحيل ولا بد من المضي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بهذا في هذا الصدد ماذا يقول يقول بعدما أوصانا بوصية هذه الوصية جينا عند هذه السفرة عند الموت عباد الله أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش ثم تطرق لهذه الحقيقة لكن شلون تفصيل من عند أمير البيان عباد الله أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش فلو مباشرة فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام شوف اختيارات أمير المؤمنين تكون الإنسان على بينة ما يغفل ما يتغافل كن دائماً وأبداً مستعد متهيئ هذا الضعيف هذا المسكين فلو أن يعني الذي ما امتلك قوة سليمان النبي ولا وجاهة سليمان النبي ولا انبساط سليمان النبي ولا سيطرة سليمان النبي يعني سليمان مو على مملكة أو على جزيرة في وسط البحر محدودة سليمان ملك مطلق بإذن الله سبحانه وتعالى فلتسمع الملوك والرؤساء والأمراء أهل البطش أهل الغرور موجز من الأرض تسلط عليه قالوا عن فلان الملك لا سليمان انبسط على كل الدنيا من هنا اختاره أمير المؤمنين وسيختار أيضا هذه الاختيارات اختيارات دقيقة من أمير البيان أول الاختيارات طرح لك نموذج قال فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام ليش يا أمير المؤمنين ليش هذا الاختيار سليمان بن داود عليه السلام الذي سخر له ملك الجن والإنس بعد مع النبوة وعظيم الزلفة لكن النهاية نهاية سليمان عليه السلام قال فلما استوفى طعمته واستكمل مدته الله كاتب سليمان يملك الدنيا كلها ويعيش هالقد
والله مع أن النبي مع أن سليمان نبي لو أراد هو لو أراد أن يبقى عن المدة المعدودة إليه لحظة أو نفس واحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا يعني ما يقدر يصل إلا إلى ما خوله الله سبحانه وتعالى وأعطاه. فلما استوفى طعمته واستكمل مدته شنه النتيجة؟ اسمع قارمته. لكن لابد أن تلتفت هنا يا مؤمن. أمير المؤمنين ما قال فلما استوفى طعمته واستكمل مدته مات سليمان، لا، أراد أن يعطيك شعور ترى هالمرحلة صعبة، هالسفرة صعبة، كما في الرواية عن أهل العصمة إن أمامكم عقبات كؤود، معقبة واحدة. ولهذا شوف أمير المؤمنين شو استخدم، استخدم كلمة تقرع القلوب، ما قال فلما استوفى طعمته واستكمل مدته مات سليمان، يمكن تكون عند البعض خفيفة غير، لكن ايش قال؟ قال فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت. شوف التعبير هذا شديد، رمته قسي الفناء بنبال الموت فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون. يموت فلان تهب الورثة من كل جانب ومكان، هذا يريد هالدار وذاك يريد ذاك الرصيد وذاك يريد الكذا وهذا يريد هالقطعة وهذا يريد الكذا، وتقوم النزاعات فيما بين العشيرة وبين الأرحام. هذا اللولا بعد يبقى هذا هالمسكين الشيء بالشيء يذكر، هذا المسكين الذي أودعوه القبر والنزاعات قائمة. شو يقول أمير المؤمنين؟ إلا إحنا ويا علي عليه السلام، إن شاء الله دائما ويا علي، قولوا يا الله. شو يقول عاد؟ يقول فيبقى المهنأ لغيره والوزر على ظهره. هذا اللي حصل الإنسان، أكثر من ذلك لا تعتقد يا مؤمن. فيبقى المهنأ لغيره الورثة بعد، قال والوزر على ظهره. رمته قسي الفناء بنبال الموت فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون. وإن لكم، اسمع أمير المؤمنين، وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، يقول مو بس سليمان، وإن لكم في القرون السالفة لعبرة أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين، أين الذين جيشوا الجيوش؟ هل جيش يصد عنا الموت؟ لا والله. أين الذين جيشوا الجيوش وألفوا الألوف؟ أين الذين مدنوا المدائن وعسكروا العساكر؟ وين راحوا؟ أخذهم الموت إلى مصائرهم، إلى قبورهم، إلى برازخهم، إلى مضاجعهم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في بداية المجلس الشريف بوجودكم الشريف خصص مساحة في القرآن ليتحدث عن هذه الحقيقة. فمن ضمن من قال جل وعلا قل إن، نأتي على النصوص ولا أطيل عليكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قوي يا مؤمن، فإنه
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد النص الثاني: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. النص الثالث: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بعد نداء من الله سبحانه وتعالى لأشرفي ولأنبلي ولأقدسي ولأعظمي ولأفضلي ولأسمى وأزكى وأنمى شخصية في دنيا البشرية وهو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. إنك ميت بعد وإنهم ميتون. لابد من الرحيل. ولهذا شوف الحسين عليه السلام يلتفت لعمر بن سعد العنول عنه الله يقول له: يا ابن سعد لن تنال من بر العراق إلا قليلا، وراك موت، حساب، منكر، نكير، قبر، وحشة، ضيق، ظلمة، كما في الدعاء عن الإمام المعصوم: وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربتي ووحدتي، كما ذكرنا الرواية: إن أمامكم عقبات كؤود، فالتفت يا ابن ساعد بتموت، دع الظلم والاعتداء على الأبرياء وسفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الحقوق، فإنك ستموت. أو ما نظرت إلى أبيك في لحظة واحدة عندما تمادى في غيه وحكم بالظلم وبالجور وبالبطش وبالقتل وبسفك الدماء وبهتك الأعراض؟ خب بعد الله ما تعيه السبل، الله جل وعلا ما يحتاج إلى سلاح وجند ليقارع الظالم في لحظة واحدة، والناس في غفلة، المظلوم والمستضعف، هلك فلان وذهب إلى الجحيم. عدل يا ابن سعد لن تنال من بر العراق إلا قليلا، لكنه متعلق بالدنيا، متشبث بأذيال الدنيا، فكأنه لا موت. وهو صرح بهذا في ليلة عاشوراء عندما قال كما في كتب السيرة: عندما قال أفكر في أمري وإني لحائر، فكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ فأراد له الحسين عليه السلام أن ينأى بنفسه عن الهلكة، هذا واجب تكليف على الحسين، أن ينصح الإنسان، أن ينصح المسلم، فذكره بالموت، فتناسى الموت، تناسى الآخرة، تغافل عن الآخرة وتشبث بالدنيا. وعندما تشبث بها، اللي يقول عنها أمير المؤمنين عليه السلام: المغرور من اغتر بها.
شاعر من الشعراء يقول: فحذارا من مكرها في مقام لست فيه تحاذر المحذورا. أمير المؤمنين له أيضا خطبة في هذا الجانب، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذه الدنيا الدنية، يقول: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة لا تدوم أحوالها. شوف التعبير الدقيق من أمير المؤمنين: لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. يعني ما تستحق هذا النفاق وهالتلون وهالقيام وهالقعود وهالدجل وهالظلم، ما تستحق، لأنها فانية، وإن بقيت فإن الإنسان يذهب عنها ويرتحل عنها ولا يأخذ معه منها شيء. ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض الآراء في قول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول الكفن، بس الكفن هذا نصيبك منه. حتى في فقه، في كتب الفقه يقول: وإذا مات ولم يوصي بكفنه، هو صاحب أموال وصاحب تركة وتاجر وجيه وما أدري إيش، لكن مات بلا وصية، هذا الكفن الذي هو من صلب ماله ينقلب عند موته صدقة. يعني الورثة تصدقوا عليه بقطعتين بمئزر وريدة، هذا إذا ما يوصي به، مات ولم يترك وصية. يعني يستحب أن تكتب الوصية وتخليها تحت رأسك، يطول أعماركم جميعا إن شاء الله، وتتعاهد الوصية في كل ليلة، فهي من أسباب طول العمر. تهيئة الكفن، كتابة الوصية، تعاهد الوصية، النظر، التغيير في بنودها، لأن اليوم عندي دينار، باشر عندي دينارين، عقب باشر عندي دينار ونص، تحتاج تغيرها، صادر وارد، تتعاهدها. فإذا مات ولم يوصي بكفنه تصدق عليه الورثة بقطعتين. إذن هاي الدنيا بعد تستحق يا إخوان. يا ابن سعد، لن تنال من بر العراق إلا قليلا. فشوف هذا المجرم ماذا صنع في كربلاء. حسين أراد له النجاة. الحسين اقتطع جزء من وقته لنصح هذا الرجل الذي بإمكانه أن يدفع الكوارث عن أهل البيت، لأنه صاحب قرار، لكن سيطرت عليه الدنيا. تعال شوف ماذا صنع في طف كربلاء، سوى في يوم عاشوراء كل الجرائم التي حصلت بأمره. شوف مثلا، نمشي بالتسلسل: بقي الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ينظر إلى أهله، إلى أولاده، إلى إخوانه، إلى أحبته، إلى عشيرته، إلى متعلقيه، وهم على بوغاء كربلاء، هذا عن يمينه وذاك عن شماله. شي يقول أبو علي: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. ينظر إلى السماء: إلى الله أشكو، لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. وعندما حمي الوطيس وثار القسطل، يقول حميد بن مسلم: والله ما رأيت مكثور قط، يعني مكثور تكاثرت عليه المحن والمصائب، أشد بأس من الحسين عليه السلام. قلبها ميمنة على ميسرة، ميسرة على ميمنة. شوف ماذا قال عمر بن سعد لعنه الله: ويحكم، افترقوا عليه أربع فرق،
بينما الحسين كذلك في وحدته وهو في المعركة إذ افترقوا عليه أربع فرق. شوف تمر عليك في المقاتلها فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، بأمر من ابن سعد لعنه الله. ثم بعدما سقط على الأرض شناداها يا ابن سعد وش قال؟ ويحكم اهجموا على مخيماته فإن الرجل غيور. بأمره عرض عرض أهل البيت، عرض النبي، نساء النبي، بنات النبي، عزيزات فاطمة، عرضهن للهد. وبينما هن كذلك وإذا بأمر من ابن سعد لعنه الله، وإذا بالنار تستعر في خيم أبي عبد الله الحسين. بعد النداء الثالث من ذلك الشقي، والحسين ممدد على بوغاء كربلاء وهو ينادي ويحكم عجلوا عليه. كل ابن سعد لعنه الله، ويحكم عجلوا عليه، يعني أمر بقتله. بعد النداء الرابع، خرج الزينة وفي معيتها النساء. هذا اللي صورهم شاعر البحرين دمستاني يوم قال: فغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم، وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم، وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم. وين رايحين؟ قال: يتسابقنا إلى موضع ما خرل. حسين يصيح حسين ليلة الجمعة سجل بدفترك يا مؤمن: صح ونادي حسين، حسين يا حسين، أريد صاحب الزمان يسمعك في ليلة الجمعة، أنا بسكت عنك يا مؤمن. ثلاث أصوات حسين، شتريد زينب يا رجال؟ فقالوا له: تقول كذا وكذا، وإذا باللعين ينادي فلتركب عشر من الخيال. الرواية تقول: أحدقنا النساء بجسد المولى المعظم كما الحاج حول الكعبة، وإذا بالنداء تنحيا زينب عن جسد الحسين. وإلا أجرينا الخيل عليك وعليه. اسمع الرواية يا مؤمن: وإذا بالنداء من ثغرة نحر الحسين تنحيا زينب عن جسدي، فلقد شاء الله لي ذلك. مكتوب يا زينب أن ترضني الخيل بحوافرها حسين. اتنحت وظلت تجذب الونة خفية، تنادي شبيدي يا غريب الغرب، خيل الوطن صدراك ترى تعطي علي، ما اقدر ارد الخيل حرمه ومالي معيه. بينما هي كذلك واذا طيور تحلق على جسد ابي عبد الله. بعد وين راح قلب زينب؟ راح الى المدينة. هاي طيور طيري للمدينة بخبر وسعي، ومري على قبر النبي عزيه. ايه بعد مري على اللي في قبر هالصيح، كسر الضلع بس عاد لا تتذكرين.
طفلا يقل لك احمد المختار سكتي بشاه يا زهرة يا ذيني ويا ذي مطروح بالرمضة يا زهرة ما حضرتي والجسد منه رضضت لعوجي فيا راكبان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورتي طلعي معولة وحدث بما يشجي الفؤاد مفصلة يا الله أفاطم وقد ما تعايت شانا بشأن زهراء يا قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فوالله لا يوما تقومين بعده إذا لطا وجريت دمع العين من الوالدة والقلب لهفا ودوار عزبني وين كان حسان فعل ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل لا غسلوا ولا نفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه يا الله إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه بجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبني فرج عن المكروبين فرج عن المسجون فرج عن المصابين وعن المجروحين فرج عن جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا دائما فضل على البرية يا باسط بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية ترضاها اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها يا رب العالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين اللهم اضرب على أيديهم بيدك وسلطانك يا أسمع السامعين اللهم لا تمكن لهم في أرضك ولا تسلطهم على عبادك واشغلهم بأنفسهم عن أذية المؤمنين اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ذويهم وأقاربهم من يلوذ بهم
إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى روح من اجتمعنا لسببها، وأرواح الشهداء والعلماء سيما السيد الإمام رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.